شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اعتقالات واسعة طالت 31 فلسطينيا من بينهم شابان تعرضا للإصابة بالرصاص خلال عملية اعتقالهما في بيت لحم والخليل وساحات المسجد الأقصى بالضفة الغربية، فيما أصيب شاب فلسطيني بالرصاص المطاطي في الرأس عند اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لقرية كوبر شمال مدينة رام الله. وأقام الاحتلال حاجزا عسكريا على مدخل القرية، كما شرعت جرافات الاحتلال بتجريف أراض زراعية في قرية الجبعة جنوب غرب بيت لحم.